الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه عن أبيه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيصال الخير لهذه الأمة، أن يمن الله تعالى عليها بالخير. وأعظم خير أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عليه الأمة سلامة المعتقد وسلامة العبادة، وأن ينجو الناس من عذاب الله تعالى، وأن يدخلهم الله في رحمته، وأن يدخلهم جنته. من حرصه على الخير يعلم الكبار، ويعلم الشباب، ويعلم الرجال، ويعلم النساء. وهذه فائدة لنا جميعا، أن نعلم أبناءنا ما تضمنه هذا الحديث من العلم الغزير. ثانيا، نبه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما على أهمية هذه الكلمات، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. علمه ست كلمات. قبل أن يشرع في ذكر الكلمات نبهه، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذه فائدة في التربية، في التربية إن كان الكلام مهما لا بد أن تنبه المستمع على أهميته. قال الكلمة الأولى، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ومعنى احفظ الله كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القيام بالأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله. تحفظ الله سبحانه وتعالى في سمعك فتبتعد عن استماع أو سماع المحرم. تحفظ الله
في بصرك، تبتعد عن النظر إلى الحرام، تحفظ الله في يدك أن لا تستعملها فيما حرم الله، وأن تستعمل هذه الجوارح، بقية الجوارح، أن تستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك وحفظت الله بالقيام بشرعه واجتناب ما حرم الله تعالى، فإن الله سيحفظك في الدنيا والآخرة. وهذه فيها فائدة، أن الحفظ من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال سبحانه: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. وكل الله من الملائكة من يقوم على حفظ بني آدم، فقال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أنت تمشي في الطريق، هناك من الشرور ومن المخلوقات كالجن والشياطين ما لا تراه، فيجعل الله لك حفيظا أو حافظا، ولذلك ويجعل لك حافظا يحفظ عليك الأعمال. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا تستفيد منه أن لا تعلق شيئا، لا تعلق الحجبات ولا الكمون ولا التمائم ولا الأوراق، وإنما تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الكلمة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت الله سبحانه وتعالى في الرخاء، فقمت بشرعه وأطعت الله واجتنبت نهيه، فإن الله سيحفظك أمامك هناك في الموت عند الشدة وعند خروج الروح، وهناك في القبر ويوم تلقى الله سبحانه وتعالى وعند نزول الكربات. ولذلك قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وضرب الله لنا في القرآن مثلين، ضرب لنا مثلا لعبد عصى الله في الرخاء، فلما جاءت الشدة لم تنفعه معصيته، بل ولم ينفعه الرجع إلى الله عند نزول العذاب وعند نزول الملائكة، وهو فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل، لأنه لم يحفظ الله في الرخاء، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. المثل الثاني لعبد حفظ الله في الرخاء، فلما جاءته الشدة لجأ إلى الله فاستجاب الله دعاءه، وهو يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الله عنه في آيات أخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الحسن البصري رحمه الله: كان ليونس ابن متى عليه السلام كان له عمل في الرخاء، فلما جاءت الشدة نفعه عمله. ولذلك الإنسان في حال الرخاء، في حال الأمن، في حال الراحة، يلجأ إلى الله ويدعو الله ويتضرع لله ويعبد ربه، حتى إذا جاءت الشدة نفعته هذه العبادة. ولذلك قال: يحفظ الله تجده تجاهك. الكلمة الثالثة: إذا سألت
فاسأل الله. إذا أردت أن تدعو فادعو ربك سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني، هم عباد الله وسألوا عن ربهم، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب لا يحوجك إلى أن تسأل غيره، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يقل أجيب دعوة الداعي إذا دعا الأولياء، إذا توسل لي بالصالحين، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألت الله مباشرة استجاب الله لك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى في سورة النساء: واسألوا الله من فضله. وقال جل وعلا في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. وقال الله تعالى في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يسألون غير الله ويدعون غير الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وراجع تفسير البغوي وتفسير الشوكاني، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذا مثل ضربه الله للعبد الذي يلجأ إلى غير الله، يسأل غير الله تعالى: يا فلان يا فلان يا فلان، ويترك ربه سبحانه وتعالى. قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للذي يسأل غير الله كرجل وقف على بئر وأمامه البئر وهو ظمآن يريد الماء عطشان، فأخذ ينادي الماء فلا الماء يصل إلى يديه، وإذا وصل إلى يديه فإن كلتا يديه مبسوطتان، ما ضم يده حتى يغرف الماء غرفا، بسط يديه، الماء لا يثبت في يده ولا يصل إلى فمه. ولذلك قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالواجب علينا معاشر المسلمين والمؤمنين أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع لله. ضرب الله لنا الأمثلة في القرآن: من أراد الذرية ضرب الله مثلا بقصة زكريا عليه السلام وقد كبر في سنه، فسأل الله الذرية فأعطاه الله الذرية. من أراد الشفاء ضرب الله لنا مثلا بأيوب عليه السلام، أصابه المرض سنين عددا فسأل الله الشفاء فشفاه الله. من أراد المال عليه باللجوء إلى الله تعالى، من أراد النصرة عليه باللجوء إلى الله تعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أسأل الله بأسماء الحسنى صفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بالنواصي إلى البر والتقوى. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال في الكلمة الرابعة: وإذا استعنت فاستعن بالله.
اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، كما تقول في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جعل الله لك الصلاة، إذا همك أمر فالجأ إلى الله وصل لله واسأل ربك في السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن تسجد لله خصوصا بالليل إذا نام الناس وقمت ترفع الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يزيل الهموم ويكشف الغموم ويداوي الجراح. ولذلك قال ابن النحوي رحمه الله تعالى: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ولذلك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه: كنا نقول هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يصلي بالليل ويكثر القيام بين يدي الله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون؟ يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأنه يكشف الكربات، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. يعلمون شرع الله ودين الله، يعلمون العلم النافع. هل يستوي هؤلاء ويستوي أهل الجهل الذين هم في غفلة عن ربهم سبحانه وتعالى؟ وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تطلب العون من المخلوق الضعيف الذي لا يملك شيئا. واتخذوا من دونه آلهة، من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الكلمة الخامسة قبل الأخيرة، قال له: واعلم أن الأمة بأوليائها بصالحيها بطالحيها بالعباد بالعلماء بالأقوياء بالضعفاء جميعا، الأمة بأسرها من أولها إلى آخرها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. العاقل يتعلق بالذي كتب لا بالمخلوق. والكلمة السادسة: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء من أجل أن لا تخاف من المخلوقين، ولا تخاف من فلان ولا من فلان، ولا تتعلق بهم، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ختم الحديث فقال: رفعت الأقلام، يعني لا زيادة في الكتابة، وجفت الصحف، الحبر والمداد إن كان لينا قد يغير الكلام لأنه لين، لكن إن جف فالكلام على ما هو عليه. وهذا الحديث يملأ العبد يقينا وإيمانا أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعلق بغيره.
أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح شأننا أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يا